كتب كتبت في منع تدوين الحديث، لماذا وما هو الهدف؟ الذهبي كما في تذكرة الحفاظ المجلد الأول صفحة 2 يقول أن الأول قال: فلا تحدثوا عن رسول الله شيئا، فمن سألكم فقولوا بيننا وبينكم كتاب الله. لا نحتاج إلى النبي صلى الله عليه وآله بعد كتاب الله، فاستحلوا حلاله وحرموا حرامه. في تذكرة الحفاظ أيضا في المجلد الأول في الصفحة 7، طبعا هذا نقيض عمله، لأن هو عندما أراد أخذ فداك استدل بحديث النبي المزعوم، قال: إني سمعت رسول الله يقول إن معاشر الأنبياء لا نورث. ليش هناك ما قال حسبنا كتاب الله؟ يعني هذا نقيض القرآن، هذه المقولة، ونقيض عمله هو بنفسه. يقول عن الثاني: أقل الرواية عن رسول الله وأنا شريككم. أنا أيضا هواية ما أنقل عن النبي صلى الله عليه وآله. في نفس الكتاب في الصفحة 7 يقول عن معاوية: عليكم من الحديث بما كان في عهد الثاني، فإنه كان قد أخاف الناس في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله. يعني مو فقط نهي، مو قوة تشريعية فقط، قوة تشريعية وتنفيذية، مانع كان. طبعا ليش هذا الموقف كان؟ هذا يحتاج إلى بحث مفصل، ولكن يبدو أن أهم هدف في ذلك هو إلغاء دور أهل البيت، أن لا يكون لأهل البيت دور. أحاديث النبي صلى الله عليه وآله كلها تشيد بأهل البيت، إذا منع الحديث انتهى، واستمر هذا المنع أعوام طويلة، منع تدوين الحديث. وكم من الأحاديث ضاعت في خلال هذه المدة الطويلة. هؤلاء أرادوا أن يفهموا الدين وأن يطرحوا الدين بعيدا عن أهل البيت وبعيدا عن مرجعية أهل البيت.